بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد بلقياكم وكالعادة كل مرة نلتقي مع مقطع جديد يخص التغذية الصحية الطبيعية وما كان عليه الآباء والأجداد قديما حيث كانوا يلعبون بصحة وعافية. ونذكر دائما أن التغذية أصالة فقط ولا دخل للمعاصرة. وفي هذا المقطع غادي نتكلموا على فوائد بذور اليقطين. هذه البذور لأن الكثيرون يتخلصون منها ولا يلقون لها بالا ويرمونها، والفوائد ديالها كثيرة جدا، فكان من الواجب التعرف على فوائد بذور اليقطين. وفي مقطع سابق تكلمنا عن اليقطين أنه في أنواع كثيرة، في القرعة الحمراء الكبيرة، في الرطلية، في السلاوية، في أنواع. مثلا هنا واحد النوع مهم جدا، هذه كتسمى القرعة الرطلية، كتكون ثقيلة ثقيلة وعندها واحد المذاق رائع ولا سيما في الكسكس، وعندها فوائد كثيرة جدا خصوصا الناس اللي كيعانيو من اليرقان، من هاد البوصفير، والناس اللي عندهم اكتئاب وعندهم داكشي الاعصاب، والناس اللي عندهم دودة البطن، والكثير من الفوائد. تكلمنا على فوائد اليقطين، فوائد كثيرة، نذكر بما هو مهم. فاليقطين ملين للمعدة، يمنع اليرقان، ينشط الكبد، يزيل الصداع والشقيقة خصوصا ديك الشقيقة ديال النوع النفسي، فنتناولها أكلا أو وضعا في المواضيع ديال الألم. أيضا من فوائد اليقطين مهدئ للأعصاب، وقلنا مفيد للأمراض النفسية، ومدير للبول، ويفتت الحصى، ويزيل التهابات الكلي، يكسر العطش، ويزيل الحرارة والحمى، ويمنع أمراض أو ينفع في أمراض الصدر والسعال. فوائد كثيرة جدا ذكرنا بها. أما البذور، كاين أشياء موجودة في اليقطين ولا توجد في البذور، وهناك أشياء سبحان الله موجودة في البذور ولا توجد في اليقطين. لذلك عندما نتناول اليقطين ببذورها سنستفيد أكثر. مثلا لخذينا هذه البذور فيها الدهنيات، بالنسبة لهنا التمرة لا توجد دهنيات. هنا عندنا البذور تؤكل بقشورها، وهناك عدة طرق مثلا ناخذوها. كنا في الصغر في القديم كنا نجففها تحت أشعة الشمس ثم تؤكل. الآن عندنا الفرن، عندنا المقلات نحمصوها، كان داك يقولوا لي الحمص ديال الطين في القديم يقليوها في ديال الطين. طرق كثيرة كاين اللي كيقليها، غير الحاجة المقلية كان الإنسان يحاول يبتعد عليها. ملي كتقلى كتفقد الكثير من الفوائد ديالها، والحاجة المقلية ديما الإنسان يبتعد عليها. مثلا هاد البذور فيها الأوميغا 3 اللي هو حمض دهني غير مشبع، كيساعد على أداء بعض الوظائف في الجسم، بعض الوظائف الحيوية، مثلا تكوين الخلايا الدماغ والمحافظة على صحة القلب. وأيضا هاد الأوميغا 3 اللي موجود في هاد البذور يساعد في علاج كثير من المشاكل الصحية. وردوا مع هاد القرعة الرطلية شريوها، راه كتكونها مرة راه مفيدة جدا لقتل دود البطن. الناس اللي نسميهم حنا الحنيشات، كيكونوا في عند الوليدات الصغار، ولا كيكونوا عند النساء اللي كتكون حامل او ما شابه. وايضا هذه القرعة سواء جميع الانواع، حنا في هذه الرطلية حاجة حالة خاصة، المذاقات كتختلف. فهذه القرعة او اليقطين تقوي المناعة وتسرع نمو الشعر وتجلب النوم. وراه من القديم الجدات ديالنا انتبهوا ليها، راه كتكلم من القديم. حنا الان العلماء ديال دابا والدكاتره والمختصين كيقولوا خاصك تاكل هذه البذور وكذا وكذا، ولكن راه الجدات ديالنا قبال ما كالوها حمصوها في الحماس ديال الطين وكالوها. وتا لهنا كيديروها في الزميطه ديال الشعير للقليل اللي باقي كيعرفها. الناس دوك ولات كديرها التقاوت والسلق، لا كانت الزميطه ديال الشعير كانوا كيتعاونوا عليها اهل القريه او اهل الدوار، او راه كانوا الناس كيتعاونوا عليها. وهاد الزميطه ديال الشعير كتذكير نذكروا الناس اش كان كيكون فيها. كانت كتكون فيها حبوب واعشاب تخلط مع بعضها
وتشكل واحد الوجبة صحية ذات قيمة غذائية عالية. نعطيو مثال وانتم غادي تضاعفوا المقادير كما كيقولوا بالتناسبية، اللي كيقرا الرياضيات راه يعرف التناسبية. الا خدينا كيلو، 1 كيلوغرام من القمح، 1 كيلوغرام من القمح بنخالته، الى زولتي النخالة ما استفدتي الا 30%. ناخذ 1 كيلوغرام من القمح و250 غرام من الكروية يعني رابعة، و500 غرام من إيلان أو الدخن يعني 500 غرام يعني نصف كيلو، ونصف كيلو ديال اللوز، ونصف كيلو من الشعير، ونصف كيلو من السوجة، ونصف كيلو من بودور اليقطين، نصف كيلو. إذا الجدات ديالنا دخلوها في الزميطة اللي هي قديمة، وكان السراحية كلها ديما شبعان، وكان الناس كياكلوها في رمضان ما يشعروا لا بعطش لا والو. نكملوا المقادير ديالنا، قلنا نصف كيلو من البودور ديال هاد القرعة، نصف كيلو غرام من بودور الكتان، نصف كيلو غرام من الحمص اليابس، نصف كيلو غرام من الذرة الجافة، ملعقة كبيرة من اليانسون أو ملعقتين أو ثلاثة ملاعق، ملعقة كبيرة من النعناع الجاف، نصف ملعقة من القرنفل، ملعقة صغيرة من حبة البراكة، الكاتير كانوا كيديروا الكاتير حنا ما هو أساسي. فهاد البذور مهمة جدا، ولكن المشكل الآن اللي كننبهوا الأهمية ديالها، شنو هو المشكل؟ المشكل هو كتغلى في الثمن. الآن الخضار كيفتح هاد القرعة كانوا كيرميوها، كانوا كيلوحوها. شوية النقاش اللي كيقول فوائد البذور الناس ولاو يطلبوها من عنده، شوية داك الخضار ولا يبيع، الآن راه ولات الثمن ديالها مرتفع. تقريبا ثمانون درهما للكيلو الغرام الواحد، يعني تقريبا 8 أورو، ثمن مرتفع. أنت إلا شريتي القرعة مثلا، هذه القرعة كتخديتها مع الصباح اليوم الجمعة كنديرو الكسكس، هذه القرعة خديت منها واحد شوية باش نوريه لكم، هذا شوية منها. أما هي ملي كتشري كيلو تاع القرعة غتقدر تلقى واحد 100 غرام من هاد البذور، هاهي قربتها ليكم. كنا صغار ناكلوها بحال هكا، ولكن من الأفضل تحمص، حنا كنا صغار أي حاجة ناكلوها هاهي. والبذور كتختلف على حسب النوعية، هاهي كنت خزنتها حتى وبيناها في المقطع، هاهي رجعتها للثلاجة. فوائد كثيرة جدا منها بناء العضلات وتقويتها. مرة الإنسان يأكل هذه البذور يتناولها كتقوي العضلات وكتبني العضلات. تصوروا أن مثلا 100 غرام ديال هذه البذور ديال اليقطين كتعطينا تقريبا 23 غراما من البروتين، وهذا البذور راه ينصح بها كمضاد اكتئاب طبيعي. حنا كنبحثوا على الحاجة الطبيعية، عوض تمشي للصيدلية وتشري من عند الصيدلاني مضاد اكتئاب مصنوع، ها هو مضاد اكتئاب طبيعي اللي كيكافح الاكتئاب. لماذا؟ لانك قالوا المختصين قال كيحتاج البذور كتحتوي على تريبتوفان اللي هو حمض اميني كيساهم في تحسين المزاج وتعزيز القدره على النوم. الجداد ديالنا ما كيعرفوا لا تريبتوفان ولا كذا ولا حمض اميني، كانوا كيعرفوا داكشي بالتجربه، تراكم تجارب وخبرات. هاد الجده استعملت كذا، جات بنتها زادت عليها كذا، شي كي تولي واحد الخبرات، جاو المختصين والدكاتره وكذا وكيسمعوا داك الكلام وكيبحثوا وكيلقاو فعلا كلام الجدات كان على صواب. الناس اللي عندهم مشاكل البروستاتا، ليس هذا نقولوا علاج، لا وقايه، ناكلو الانسان ياكلو ماشي حتى يتصاب، لا تصاب ديك الساعه راه يمشي يدير فحوصات طبيه ويشخص المرض ديالو، لا ناكلوه هاد البذور ناكلوها وعافاكم، لا تضيفون الملح اليها. هاد الملح لاش؟ لماذا إضافة الملح إلى البذور؟ لماذا إضافة الملح إلى الذرة؟ لماذا إضافة الملح إلى السمك المشوي؟ لماذا؟ السمك المشوي أضيف قطرات من الليمون اللي هو الحامض بالدارجة ونستافد. فالكثير من الفوائد بصفة عامة كتقوي المناعة، لأن هاد البذور غنية بمضادات الأكسدة وبكميات كبيرة. ودائما نقول لا إفراط ولا تفريط، الشيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. ما كتروش منا نسمعوها ونقولوا ناكلوها يوميا وبشارة وبكميات كبيرة، مرة في الأسبوع نتناولها
محمصة وبالقشور ديالها. زولتي القشور ما كاين حتى مشكل، خليتي القشور ما كاين حتى مشكل، وهي راه كتزيد الوزن. لاحظوا معايا البذور تزيد الوزن، واليقطين هذا او انواع اخرى ديك الحمراء، وهذه كتنقص الوزن وهذا كيزيد الوزن. غادي ناكل الجميع، ما غادي نزيد في الوزن، ما غادي نحافظ على الرشاقه ديالي وغادي نستافد، ولكن لا كثرنا منه. كاين شي نوع كيسمع مفيد كيبقى ياكل ياكل، راه كتحدث واحد الانتفاخ وغازات. فالاطفال الصغار ردوا معاهم البال دائما في هذا الشيء ديال الماكله ديال هاد البذور والحبوب، ومثلا النبق، مثلا الحلوى، اي حاجه ردوا البال مع الدراري، راه كيوقع اختناق. راه الاطفال اللي كثروا من هذه راه كيوقع اختناق، والمراه الحامل تبتعد على هاد البذور اللي كتسبب الاجهاض. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.